الشعور في عدد من التدابير وتأهيل الناس لاستقبال لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية، بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، وضعت هنا إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم، 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نوفمبر. سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مضودية هذا القطاع. وقد أعدت الحكومة في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية، والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز للقرب. بالنسبة لنا المنظومة الصحية خصها تتركز على الانتظارات والحاجيات ديال المريض، ماشي فقط على التقسيم الإداري. دابا إلا كنتي في الدار البيضاء اللي كتشوف السبيطار ديال حي مولا رشيد وديال بن مسيك بيناتهم شانطي، ولكن نفس المشاكل، هذا ناقصينو الطبه وهذا ناقصينو الطبه، يعني هذا ما عندوش لي ريزيدون هذا ما عندوش لي ريزيدون، الوغ يمكن يكون تكامل وما نبقاوش في واحد التنسيق اللي هو فقط تنسيق يعني تقسيم إداري. هذا علاش غادي نخلقوا ان شاء الله مجموعات صحيه جهويه من مراكز القرب، مكونه من مراكز القرب للمستشفيات الجامعيه لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشريه والتقنيه. حضرات السيدات والساده، تعتبر هذه المجموعات الصحيه الجهويه مؤسسات عموميه غادي تتمتع ان شاء الله بالشخصيه المعنويه والاستقلال في تدبير الموارد الماليه والبشريه، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعه لتدبير الخدمات الصحيه في اطار عقد نجاعه مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا امثل للموارد البشريه والماليه، ويوجه الاستثمارات العموميه وفق معايير مضبوطه ومحدده في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة. وبهدف تعزيز حكامة السياسية الدوائية ببلادنا، نطمح في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث وكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، اللي تمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية. ذلك أن ضمان الاستقلال والسياسة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج ما سيمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة الجينيريك، بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية. وعيا بالإشكالات التي تعرفها مرافق تحقن الدم بالمغرب، واعتبارا لكون مسألة يعني توفير الدم ومشتقاته تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة المواطنين، وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي بضعة أيام، سنعمل على كذلك إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الأجال لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة، والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإسعاف حياة المواطنين، لأننا ندرك أهمية أن تبقى هذه الخدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات التابعة لوزارة الصحة. أولا بغيت غير نفكركم بأنه يعني في الأسبوع الماضي تم إصدار مرسوم برفع مخصصات المقاصة لهذه السنة ب 16 مليار ديال الدرهم لتعزيز القدرة الشرائية، وكانت تقريبا 17 مليار ديال الدرهم اللي كاينه في البيدجي اللي داز في البرلمان عندكم هنا وصوتوا عليه. وهذا مجهود كبير اللي كتقوم به الحكومه في هذه الظروف اللي هي صعيبه وكبيره،
واللي هي ظروف عالمية. ولكن رغم هذا الشيء كله الحكومة يعني بقى على العهد ديالها بأنه باش توفي بهذه الإجراءات كلهم اللي جابت بهم، خصوصا في لي دومين سوسيو، الصحة والتعليم. صباح اليوم وقعنا شيء جد مهم مع الإخوان ديال التعليم اللي غادي يبدل وغادي يولي مهني لو ميتي ديال الأستاذ إن شاء الله في المستقبل. ونتمنى على الله أنه يعني في الأسبوع المقبل وفي عشرة الأيام اللي جاية مع السيد وزير الصحة وزير التعليم العالي أنه غادي نديروا نفس التوقيع باش نوجدوا هاد الأساتذة اللي خصهم فعلا يوصلوا 42,000 يعني في السنة، وهذاك الطول اللي بغيناهم في إطار حنا ما كنقولوش بأنه غادي ندوبليو لا كاباسيتي دي ميدسان، ولكن غادي نطلعوا ب 20% كل سنة بخمس سنين إن شاء الله غادي ندوبليو لا كاباسيتي باش يخرجوا إمكانيات باش يخرجوا أطباء موجودين. ولكن هذا الشيء خصنا نبداوه من الآن، وغادي نبداو في السنة المقبلة، وغادي نعطيو إمكانيات يعني الوزارات المعنية باش يمكن لها توجد لنا هذا الشيء إن شاء الله في المستقبل. وفي الواقع هذا الموضوع الصحة هو موضوع اللي تيعرف اختلالات منذ عشرات السنين، هو موضوع اللي تيطلب واحد الحكمة للمعالجة وإرادة سياسية قوية. صاحب الجلالة واعي بهذا الشيء، وهو الراعي الأمين للدولة الاجتماعية، جاب المشروع نتاع الحماية الاجتماعية واللي بدا تيقب طريقه. حنا تنسألوا حول 28 مليار درهم اللي ما موجوداش مازال التمويل ديالها. حاليا كاين اختلالات على مستوى الموارد البشرية، دابا واحد العدد تيمشي بحالو، العدد اللي تيتكون في المغرب عدد قليل، فقط 1200 طبيبة وطبيب، ونحن في حاجة لحوالي 30,000 طبيبة. هادي تطلب وقت طويل. تنقولوا دي شنو هو الحل الجذري لتحفيز وتكون جاذبية؟ ولما لا خدينا المثال نتاع نساء ورجال السلطة، حينما يعين واحد رجل سلطة في أي مكان كان راه تيلتحق. واش خص الوظيفة الصحية الجهوية؟ نعم، نحن مع ذلك، وقلنا طبعا نواكب المشروع ديال الحماية الاجتماعية، وما يمكنش نتزايدوا في مواضيع بحال هذه. فقط حنا نثير الانتباه، تنقولوا اودي دابا هذا لامو التغطية الصحية غادي تدخل نهاية هذه السنة، يعني على بعد أشهر قليلة. واش عندنا ما يكفي بالأطباء؟ حيت غادي يجي واحد العشرات الملايين تاع المنخرطين جداد أو أكثر. طبعا ما عندناش هاد الأطقم الطبية، طبعا كاين واحد العدد نتاع المواضيع منهم غلاء الأدوية والأدوية الجنيسة. حنا تقولوا نعم للصناعة المغربية ونحيي ذلك، ولكن حنا بغينا هذاك الأدوية الجنيسة اللي الثمن ديالها تيكون رخص بكثير، ويكون في حدود 70% من الأدوية اللي تتباع اليوم، حنا فقط في 30%. أولا اليوم المداخلة ديال باسم الفريق التجمع الوطني الأحرار كانت واضحة مع السيد رئيس الحكومة. اليوم المغاربة كلهم يجمعون بأن قطاع الصحة يعرف اختلالات كبيرة جدا، لا على مستوى البنية التحتية، ولا على مستوى الموارد البشرية، ولا على مستوى تمويل ديال الصحة في بلدنا. اليوم حطينا المسائل كيف خصها تتحط. احنا ونشوفوا مجموعة ديال المراكز الصحية في بلدنا هي اليوم مبنية ومهجورة، وهذا شيء غير مقبول ولا يستقيم. وأظن بأن الحكومة اليوم شفنا السيد رئيس الحكومة جاء عنده تصور، عنده إرادة قوية باش يحدث تغيير في هاد المنظومة الصحية اللي كتعاني من هاد الاختلالات. وشفناه تكلم على كل شيء، تكلم على الإصلاح الهيكلة، إعادة الهيكلة ديال تقريبا 1400 ديال المستشفيات في البلاد والمراكز الصحية. شفناه كيتكلم على CHU المراكز الاستشفائية في كل جهة باش تكون هناك عدالة مجالية حقيقية في هذا القطاع المهم جدا اللي كيهم كافة المغاربة. وهذا الحق في العلاج هو حق دستوري وحق إنساني لكل المغاربة. اليوم تدخل كان في إطار المساءلة الشهرية ديال السيد رئيس الحكومة اللي كانت كتصب في إطار الصحة بصفة عمومية. شرحنا السيد رئيس الحكومة وجهة نظر ديال الحزب ديالنا،
اللي كتكمل في واحد العدد ديال النواقص فهمتيني، لان هذا الورش هذا راكم عرفتوا ورش ملكي خصو واحد العنايه، بلا به ما يمكنش البلاد ديالنا تزيد القدام. كيخصنا نفكروا في الاطر الطبيه، راكم عرفتوا كاين واحد الخصاص كبير 34000 طبيب فهمتيني، 34000 طبيب اللي كيخص البلاد. فلا يمكن كيفاش بغيتونا ان ننزلوا والحكومه كتدعي بان حكومه اجتماعيه محضه، كيفاش يمكننا ان تنزل هذه الاوراش هذه بدون موارد بشريه؟ هادشي اللي شرحنا السيد رئيس الحكومه كيخصو ضروري ومؤكد انه يشوف كيف في كاين مكامن الاختلال. ثانيا ملي كتشوف ميزانيه الصحه هي 7% ثاني، والمنظمه الصحه العالميه كتوصي بان الميزانيه خصها تكون 12% من ميزانيه الدوله على الاقل، ميزانيه الصحه خصها تكون 12%، وبالتالي خص يجب تدارك هذه المسائل كامله. نبهنا الحكومه وننتظر ان شاء الله من رئيس الحكومه انه يشتغل على هذه المسائل كلها اللي قلنا اليوم. المنظومه الصحيه في بلادنا تعاني من العديد من الاختلالات، يعني كاين نسبه كبيره ديال المواطنات والمواطنين ما يمكن لهمش يوصلوا الولوج للخدمات يعني الدنيا من تطبيب ودواء وغيرها. إذا الأسئلة اللي وجهناها، أولا قلنا للسيد رئيس الحكومة بأن هناك تصحر صحي، كاين شي جهات ما فيهاش لا مستشفى قرب ولا إقليمي ولا أي شيء، ما كاينش إمكانية ديال التداوي، وكاين خصص ديال 100000 حتى 150000 ديال الأطر الصحية اللي خصنا نوجدوها نكونوها من أطباء شكرا من أطباء وممرضين وغيرهم. ثم المسألة الثانية طلبنا البرلمان باش تفتح واحد اللجنة ديال التحقيق في تدبير ديال كورونا ونشوفوا الناس الذين أصيبوا بأعراض شنو المآل ديالهم، شحد المعلومات اللي كانت، كيفاش تم التدبير، هذه ضرورية. المسألة الثالثة طلبنا من رئيس الحكومة كيفاش غادي يمكن له أنه يجيب على الاختلالات التي تم رصدها من قبل مجلس أعلى الحسابات.